ارسل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقيه تهنئه لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ وذلك بمناسبه الاحتفال بذكرى تاسيس المملكه واكد رئيس مجلس الشيوخ على الدور الرائد للمملكه العربيه السعوديه في مسانده الامتين العربيه والاسلاميه ودورها البارز في خدمه الاسلام والمسلمين.